أني أكون شاكر لك. هي قالت أنه محمد شنو رسول عملت؟ الله ايه؟ قالت إجب هو عظيم جدا وقالت هاي شعارات. أنا ما أريد الشعارات حبيبي. قالت أنه أتى بالسلام. السلام أنا أقول لك على السلام مال محمد. انتبه علي. لا سلام. هذا السلام مال محمد. عدي موجود وإذا تحبين أدز لك إياهن. إذا عندك أميل تطين يعني الروم كنترول. فضل. وأدز لك إياهن. في 52 آية هاي موجودات تدعو للقتل وتحرض المسلمين على القتال وتدعو المسلمين إن يقول هنا يعني أنا ما موجود يعني ماكو وقت إنه أنا أرد عليك. لا 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 تفضل مثلا أنا راح أساعدك مثلا في سورة الأنفال. لا لا أنا راح تكونهم عندي البقرة من نبدأ من البقرة. نعم. وقاتلوهم حيث ثقفتهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هاي البقرة 191. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. البقرة 193. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البقرة 216. يسألونك عن الأشهر الحرام قتال قل قتال فيه كبير وصد على سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وأخراج أهل منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونك حتى يردونك عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. البقرة 216. وقاتلوهم في سبيل الله واعلموا إن الله سميع عليم. البقرة 244. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نأتيه أجرا عظيما. طيب النساء طيب خلاص اسمح لي خل أنا أوضح لك. أنا بس خليني أنا يعني حتى يعني أساعد الأخت ربا. كل الغزوات أختي ربا. يعني الرسول محمد أولا كان أكو هناك غزوات وكان أكو هناك شغلات أخرى والآن الأخ عبد الكريم ذكر آيات بس أنا ما راح أقول لك أي شيء لكن راح أقول لك مثلا أنه عن ربي يسوع المسيح قال يسوع منع أتباعه أو منع أتباعه من استعمال السيف. أوكي مثلا الرب يسوع المسيح قال رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف فبالسيف يهلكون بينما محمد حث أتباعه على استعمال السيف ومثل ما تعرفين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نقطة أخرى مثلا الرب يسوع المسيح نادى بالغفران محمد نادى بالانتقام. الرب يسوع المسيح قال أنه سمعتم عين بعين وسن بسنة ما أنا أقول لكم لا تقاوموا الشر بينما محمد قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويسوع المسيح كان بدون خطيئة محمد كان خاطئ والدليل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سورة محمد. هنا يا أختي ربا الغرض من هذا البرنامج هو ليس الطعن أو الاستهزاء أو تجريح أو حتى أقلل من قيمتك أنت بالعكس الرب يسوع المسيح اللي جاي نتكلم عنه مو بس يحبك وإنما مات من أجلك حتى الرب يخلصك ويغفر الله يغفر خطاياك ويسجل اسمك في سفر الحياة. لكن عليك أكو شيء واحد لازم أنت تسويه أنه تسمعين الفريقين تسمعين الطرفين تتعلمين عن ماذا يقول هذا الكتاب وماذا يقول الكتاب الآخر وبعدين الشغلة الرئيسية لازم أنت تقررين ما تبقين يعني بين يسار ويمين لازم تقررين ماكو لا تخلين العالم يضحكون عليك انه هذا نبي وهذا نبي
هذا مرسل من الله وهذا مرسل من الله، هذا كان عظيم وهذا نو، هذا الكلام غلط. فواحد من عندهم غلط الثاني صح، إما محمد غلط والمسيح صح أو محمد صح والمسيح غلط. أنا ما راح أقول لك يا هو صح، أنا أقول لك أنت ابحثي، دوري، اسألي، اقري، والله هو راح يتكلم معاك وأنا ذاك راح تختاري. أوكي أختي ربا؟ أوكي طيب، خلينا نروح إلى الشيخ العقاد، شيخ بهاء. I'm sorry، شيخ بهاء. شيخ بهاء. ألو. أيوة شيخ بهاء. سمعك أنا. أيوة. I'm sorry، إحنا خليناك لفترة طويلة، تفضل. أنا متأكد عندك كثير تريد تقول الآن. هو طبعا بالنسبة للتناقض، يعني إحنا عندنا الآية بتقول لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، يعني كده ممنوع نجبر حد على الدين. طيب في نفس الوقت نلاقي نص ثاني بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. بين في أمر بالقتال. نعم. وفي عندنا حاجة تانية، جعل رزقي تحت ظل رمح. نعم. طيب إزاي يتفق ده مع لا إكراه في الدين؟ وكيف يتفق لا إكراه مع الدين؟ الدين مع الغزوات الكتير اللي حصلت من أول غزوة بدر لحد الغزو الإسلامي الذي لم ينتهي، فضل على طول غزوات غزوات على طول 1400 سنة غزوات. فكيف يتفق هذا؟ يعني هل المسلمين بيخالفوا الشريعة فبيغزوا رغم ألف الشريعة، ولا ده جزء من الشريعة؟ هم بقى يعني يتوقفوا عند دي. نعم. ده جانب. الجانب الآخر حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه. بل إن في التاريخ بيذكر حوادث قتل واغتيال لغير سبب، يعني لما نلاقي إن اثنين يروحوا يستأذنوا في قتل كعب ابن الأشرف فوق لغير سبب، من غير سبب، مجرد إن دمه كيل لقلبهم. نعم. فيؤذن لهم ويروحوا علشان يستلفوا منه، رايحين له حجة القرض. تخيل بقى حضرتك لما واحد يكون راجل إنسان قلبه كويس كده وأشفق على اثنين جايين علشان يستلفوا منه، يقوم الاثنين دول أتاريهم بيعملوا له كمين علشان يقتلوه، ويتظاهر أحدهم بتقبيل رأسه ويهوي الآخر بالسيف على عنقه. يعني إذن فالقتل والاغتيال أمر ثابت في التشريع الإسلامي لغير سبب، لمجرد إن ده في أمر كمان يهودي. إذا إن لو في أميرين فاقتلوا أحدهما. يعني إذا حتى فيما بينهم لو في اثنين تم ترشيحهم للرئاسة يقتلوا واحد منهم. طيب خلينا احنا طبقوا ده بقى في مصر دلوقتي. نعم، احنا سمعنا الكثير عن آيات القتل ومن حضرتك ومن الأخ عبد الكريم. خلينا نروح الآن إلى شرب الخمر. أوكي؟ الخمر، سوري. أنه ما هو حكم الشرع في شرب الخمر؟ خمر. أيوة. الحقيقة شرب الخمر ده يعني ده موضوع برضو لم يتحدد في القرآن، وإنما حدده ما يقال له أقوال الأئمة أو إجماع الأمة أو السنة. يعني حاجات تانية خالص، لأن في القرآن عندنا ثلاث نصوص فيه ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى إذن في هذه فقط أثناء الصلاة. نعم، هذه فقط أثناء الصلاة. يعني كده إيه، وحتى مسببة إن علشان تبقوا واعيين لما تقولون، دي في سورة النساء. بعد كده نلاقي في سورة البقرة ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. نعم. اسمهما أكبر من نفعهما. يعني لحد دلوقتي ما حددش دي حلال ولا حرام. نعم. في المائدة 90 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.